هلو وادي، انا كوكو، عمري 33، من اثيوبيا. أنا كتير بحب لبنان وبحب القاعدين معهم، أيدي ماما أنا كتير مثل يعني مثل فاميلي تبعي، مثل أهلي، كتير بحبهم. أنا ما فيني أتركهم لألهم، لأنه كتير مبسوط معهم. كانت قبل 14 سنة أنا بلبنان كتير مبسوطة، بس هلا بس كتير وضع مش منيح، كمان بتعمل بضل هون. كوكو هي حدا من عنا من العائلة يعني بنعتبرها، وطموحة بهذا الوضع الاقتصادي اللي متردد وصل له البلد. يعني كان عندها فكرة انه تجيب ماشين وتجرب تعمل قهوة. هاي فكرتي، انا بلشت بعيدة لانه هو هلا ما في دولار، ما في كمان شغله كف شوي منه، ما في يعمل لي. انا قلت له بدي اجيب مكان، انا جبت اشتريت المكنه بمصرياتي واعطيتهم هون. اول مره قال لي كيف بيمشي هون على الطريق، قلت له بجرب، وانه كانوا رفقات وهيك جربت، كلهم عم يشتروني رفقات وبيجوا دائما اشتروا وبيشوفوا بالسياره بيمرقوا كمان بيشتروا. كوكو اطيب قهوه بالحي، بتجنن. عملت لنا الحي اسم الله جنه، تحسي حالك قاعده بجنينه، وكل يوم القهوه عندها صبحيه حلوه على بكره، ومن عشيه كمان السهره حلوه عندها. ايه زبونات بيجوا كثير معدومين، بيجوا كلهم، انه في منهم بيجيبوا جيتار معهم يعني بعشيه بيلعبوا بالجيتار وبيغنوا. هيك الناس هون جيران كلهم مبسوطين، هيك بينزلوا لي شجرة ورد وهيك هون بالهاي، كلهم مبسوطين فيه. بتمنى يصير الكير، بتمنى يصير كل شيء منيح مثل قبل، وإن شاء الله كل لبنان يرجعوا على البلد ومني برا يشتغلوا بالبلد، ولبنان يتغير من قلبي. بتمنى، بحب لبنان كثير.